مشاهدينا الكرام، وسعيدكم مساء، اهلا بكم الى موعد الرابعه الاخبار. المستهل بالتعاون، حيث تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة عبد الله بوحبيب. وبالمناسبة جدد الوزير اللبناني شكر وامتنان سلطات بلاده لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نظير تضامنه ودعمه ووقوفه بجانب لبنان في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها من خلال قراره بتزويد هذا البلد الشقيق بشحنة من الفيول بغرض تشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المبادرة القيمة قد لقيت استحسانا كبيرا وصدا واسعا لدى كافة أطياف الشعب اللبناني. الوزير عبد الله بوحبيب أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجهود ومساعي الجزائر بمجلس الأمن الأممي دفاعا عن مواقف لبنان ومصالحها الحيوية وسيادتها الترابية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها. في ملف الرئاسيات، تتواصل الحملة الانتخابية لليوم السادس على التوالي بتنشيط تجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن عرضت خلالها البرامج الانتخابية للمترشحين. الأحزاب الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون نشطت العديد من التجمعات الشعبية في عدد من ولايات الوطن، رصدتها دلال بوطبة. تلتقي الأحزاب السياسية الداعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون عند أهمية استكمال ورشات الإصلاح المطلقة. الأفلان، الأرندي وجبهة المستقبل يقفون عند الإنجازات المحققة ومشاريع المستقبل. انطلقت عجلة التنمية وبدأ بأول إصلاح هو الدستور 2020 واللي أعطى مكانة للشباب، ثم بدأ بمنحة البطالة والشركات الناشئة اللي راح تتطور أكثر وزيادة في الأجور للعمال والمتقاعدين. قطعنا خطوات كبيرة والإنجازات ميدانية وحقيقة ملموسة. نشاركوا بقوة وننتخب المواطن الحر عبد المجيد تبون بالأغلبية. رجل لما يتكلم على 400 مليار هو يعي جيدا القاعدة الاقتصادية المرتبطة بطاقات وثروات الجزائر، وقبل كل شيء محاربة الفساد بكل أشكاله. توازن التنمية بمختلف مناطق البلاد نتائج إيجابية وأخرى تدعمها حركة البناء الوطني. كما حرص هو على إضفاء عامل الجدية على مشروع القضاء على مناطق الظل، وهو في وصفنا أكبر مشروع إصلاحي بادر به مرشحنا عبد المجيد تبون. حزب صوت الشعب والفجر الجديد ركزا على البناء المؤسساتي والدستوري. شفنا في سي عبد المجيد تبون تيار استراتيجي من أجل الاستقرار وتقوية المؤسسات وبناء جزائر قوية بمؤسسات. لأول مرة دستور جزائري يقر بأن بيان أول نوفمبر هو مرجعية الدولة الجزائرية. ومن أجل جزائر منتصرة، شباب بوعي سياسي عميق يبادر بنقترح ونصوت. أراد الشباب الجزائري أن تكون حملته حملة نوعية تجمع بين المقترحات والأفكار التي نرفعها للسيد المترشح عبد المجيد تبون ليواصل الإنجاز في الجزائر المنتصرة بحول الله تعالى وقوته. من جهته، نشط المترشح عبد العالي حسن شريف تجمعا شعبيا بولاية تيارت تابعه زكريا مهوبي. من تيارت أوضح المترشح للرئاسيات عبد العالي حسن شريف كبرى محاور برنامجه الانتخابي اقتصاديا واجتماعيا والمبنية على الحرية في المبادرة والعدالة الاجتماعية. هذا هو دورنا وهذا هو برنامجنا، برنامج الفرصة يا إخواني،
ثم بعد ذلك برنامجنا يرتكز على بعد اقتصادي اجتماعي حر، بمعنى أن اقتصادنا اللي يكون في البلاد هو اقتصاد قائم على الحرية، أول على حرية التجارة، حرية الاستثمار، حرية الاستيراد والتصدير مع الضبط، وعلى حرية الإنتاج، حرية إنشاء مؤسسات مصغرة والمتوسطة، على الحرية أساساً، ثم على العدالة الاجتماعية. الثروة لازم تقيس كل أبنائنا، وكل مؤسساتنا لازم تكون ملك لكل الجزائريين. أبناء الشباب، احنا قلنا واحد العبارة حاولوا يجعلوها منا من خطابنا، على أننا وكأننا احنا رانا ضد الشباب وضد منحة البطالة. احنا قلنا أننا نحول منحة البطالة إلى منحة إدماج، ولازم المؤسسات اللي شبابنا البطال اللي ياخذ هذه المنحة لازم يكون مربوط بمؤسسة اقتصادية، مؤسسة تخليه وتحرر له منصب عمل في المستقبل باش يولي عامل ويولي موظف ويولي نافع، ما يبقاش فقط عايش على تلك المنحة لأنها ما توفرلوش الحياة الكريمة. واش دير 1,800,000 الواحد شاب عنده طموح باش يتزوج، ولا عنده طموح باش يدير دار، ولا عنده طموح باش يعيش، ما تقدرش تكفيه في ظل ارتفاع الأسعار، وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية، وفي ظل انخفاض قيمة الدينار. ولذلك احنا مشروعنا هو أننا نحل هذا المشكل لدى الشباب من خلال تشجيعهم أولاً على العمل مع مؤسسات في إطار تحرير مناصب عمل، في إطار تشجيع الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية أنها توجد للشباب مناصب عمل، الشباب والشابات، ثم نشجعوهم على أنهم يديروا مؤسسات مصغرة، ويديروا مؤسسات اللي من خلالها يوليوا منتجين ولذلك الاهتمام بإصلاح بيئة الحكم وإصلاح الإنسان عبر إصلاح المنظومة التعليمية ملفات في صدارة اهتمامات مرشحي حركة مجتمع السلم للرئاسيات المسبقة. كما نشط مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش تجمعا شعبيا بإفري أوزلاين بولاية بجاية. سونيا غاسي في المتابعة. الزمان والمكان، اختار المترشح يوسف أوشيش مدينة إفري أوزلاين لتنشيط تجمعه الشعبي في ذكرى انعقاد مؤتمر صمام التاريخي بهذه المنطقة. خاصة إكفغانا كسنا ولا الساكين، خاصة إكفغانا ذنغانا سيرم قولا وننغى الساكين، ما كنت ولي كاس الكثرة أغد تمد مفوذ باش نكمل رزداث، ما راه كنت ولي كاس الكثرة أغد تمد مفوذ باش نرفض، أمن نغف في زرفان بومذان، أمن نغف توكدوث، أمن نغف تلليم، أثن رفض أفتو يثناغ، ونسيين أثن شارك أكو دي زايرين أو تزايرين سومثا، ويدي لاندي ثمورث ويدي لاندي الغربة، باش نرصين أفدل، إثفغام إن فغا دي ثمورث نلتزاير. أساكين سعد دايوان نواس يتشور ذو المعاني شارجي ديستوار، فغي غادي نغي من خثار الساكين نروح نرى تشميل تي الشيخ بالحداد، نغي الشيخ حداد باش ادنيني نكوني ذو قاهي لنا نصم انجاجي ابروموفوار ان اسلام دو توليرانس، ان اسلام نور افريكان، ان اسلام كي برون لوفيرتور فير لوتر لا توليرونس، ان اسلام اكتتفن المسامحه جزائريين او تزايريين. الساكين ويلا قال نج وي ذاك راه غادي كشمن سي فرا باش هاد الزون تيكتي وين نسن هذا رزن الوحده النغ ادني وين نغيك سعان لي راسي نسن إكس عن لي راسيني نس ذي تاريخ النغ ناخذوك مزروي النغ القاين ذي 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 ثمور ثاكيني أدنيني الإسلاماكين نو دوفون لو ديفوندر نو دوفون لو بروموفوار. أوشيش لم يفوت فرصة زيارة المكان التاريخي الذي انعقد فيه المؤتمر والترحم على أرواح الشهداء والوقوف على هذه الذكرى التاريخية في مسار الثورة التحريرية.
تحيي الجزائر اليوم الوطني للمجاهد والمخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام. وبالمناسبة أكد رئيس الجمهورية أمس في رسالته التزام الجزائريين بحمل الوطن على الأكتاف والسهر على أمنه واستقراره وفاء لأمانة الشهداء. وضمن الاحتفالات أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا بمقبرة الشهداء لكل من بلدية عين المالح، شعبة الحم وعين تيموشنت على عملية إعادة دفن رفات 8 شهداء بحضور السلطات المدنية والعسكرية إلى جانب الأسرة الثورية. ربيغا أكد أن الذكرى فرصة لاستذكار بطولات الأمجاد واستحضار أغوار هذا المنعرج الحاسم والبطولي الذي أحدثته هاتان المحطتان المفصليتان في مسار الثورة التحريرية المجيدة. إن هذه المناسبة العظيمة تستوقفنا في ولاية عين تيموشنت لسبر أغوار هذين الحدثين اللذين ينضويان على عبقرية وذكاء قادة الثورة الميامين لتنفيذ عمليات نوعية تجمع الفعل الثوري والعمل العسكري مع النشاط السياسي والدبلوماسي لنيل المرام والمضي قدما على درب تجسيد أرضية بيان أول نوفمبر 1954. وتحت شعار وفاء بناء واستمرار وتزامنا مع الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام، نظمت الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير بولاية وهران ندوة تاريخية بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الذي أكد أن البعد الخاص لهذه المناسبة يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح. هذا وشكل موضوع العشرين أوت في الذاكرة الوطنية محور ندوة تاريخية احتضنها اليوم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالعاصمة. ناقش خلالها الحاضرون أهم المحطات والتحذيرات التي مهدت للثورة التحريرية المظفرة، ليتم بالمناسبة تكريم ابنة الشهيد البطل زيغود يوسف قائد هجومات الشمال القسنطيني. من واجبنا نحن نبحثوا على العظمة تاع هذا الشعب، من جات منين جات العظمة هذه؟ العظمة تاع الشعب هذا جات من أكيد ولا جدال من أفعال من صنعوا هذا العظمة، من صنعوا هذا التاريخ. تربويا واستعدادا للدخول المدرسي المقبل، أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتون اليوم بالمدية على افتتاح المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية. التظاهرة التجارية التي شهدت وفرة وتنوعا في مختلف اللوازم المدرسية أكد من خلالها وزير التجارة على ضرورة التزام العارضين بتطبيق أسعار تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة ستواصل عملها في مراقبة الأسواق لضمان توفير المنتجات المدرسية بأسعار معقولة. في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لا سيما جرائم والتجارب المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة بحر الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، أحد أطرافها من جنسية أجنبية مكونة من 6 أشخاص، 2 منهم في حالة فرار تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة، مسبوقين قضائيا مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وتبييض الأموال. العملية مكنت من توقيف أفراد الشبكة في حالة تلبس وضبط وحجز 16275 كبسولة من المؤثرات العقلية، وقد تم إيداع ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى محكمة بوفاريكا. في تطورات حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح في قصف
لطائرات الاحتلال الحربي اليوم لمدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، فيما استشهد أزيد من 6 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال غارات الاحتلال المتواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. يأتي هذا في وقت توغلت فيه آلية الاحتلال بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح وسط إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم في تمام الخامسة.